تعيد الكنيسة الأرمنية في السادس والكنيسة الروسية في السابع من كانون الأول بعيد الميلاد المجيد. واليوم ضمن صباحنا غير رح نستحضر المعاني الدينية للميلاد ونستعرض صفحات من تاريخ الكنيسة الأرمنية الرسولية وما هي مكونات الهوية الأرمنية والعادات والتقاليد الخاصة في أرمن دمشق مع الباحث والكاتب الدكتور سركيس بورو بور بوزوسيا. اوكي التقلت. صباح الخير، صباح ميلاد الخير لكم يا مجيد، صبايا، ميلاد ينعاد مجيد عليك. للجميع، ميلاد مجيد لسوريا وللشعب السوري. بحب أعيد الكل بتحية الميلاد باللغة الأرمنية، كريستوس زنافيف هايت نيتساف تسيز يميز ميز أفيديس، سأترجمها بالعربية أيضا. المسيح ولد وظهر بيننا، لنا ولكم البشارة الكبرى. أكيد ننضم صوتنا لصوتك دكتور ونعايد جميع الأرمن ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. خلينا نعطي لمحة تاريخية عن الميلاد، ليش بيحتفلوا الأرمن بهذا اليوم بستة واحد بالميلاد المجيد؟ بداية بحب أعطي لمحة عن أرمينيا وعن الأرمن بشكل عام وعن الدين الأرمني في أرمينيا. في العهد القديم، خلينا نبلش من العهد القديم. في العهد القديم ورد اسم أرمينيا في العهد القديم من خلال نقاط معينة منها، ومن أهمها عندما جعل من أرمينيا مجاورة إلى جنة عدن. هذا ورد في العهد القديم. بمرحلة لاحقة عندما استقرت سفينة نوح على جبل أراراد في أرمينيا، واليوم رمز الجمهورية الأرمنية أو شعار الجمهورية الأرمنية هو هذا الجبل وعليه سفينة نوح. كما أن ذكر عبر الأنبياء واستغاثات الأنبياء في العهد القديم عندما استغاثوا بشعوب أوراردو أو شعوب أراراد وهم من الشعب الأرمني. أما في العهد الجديد فلم يرد اسم أرمينيا في العهد الجديد، وإنما هناك إنجيل منحول توجد النسخة الأرمنية منه محفوظة حتى الآن، ورد فيه بأن المجوس الذين زاروا بيت لحم السيد المسيح عندما ولد في بيت لحم، المجوس هم ملكون وكاسبار وبغدسار، وهذه من كبار أو من أشد الأسماء الأرمنية تداولا. اليوم توجد هنا في دمشق عائلة كاسباريان، ملكونيان، بغدساريان، وحتى قسم من أرمن دمشق هناك بيت بغدي، بيت بغدسار، بيت بخصار، هؤلاء كل هذه الأسامي آتية من هذه الجزر. الآن سأعود إلى الميلاد و هذه المناسبة ولماذا تحتفل الكنيسة الأرمنية يوم 6 كانون، أي بزيادة 12 يوم عن عيد الميلاد الغربي أو صحيح. عن عيد الميلاد. الحقيقة أن في العصور الأولى في المسيحية الأولى لم يكن هناك المسيحيون الأوائل لم يحتفلوا في البدايات في القرن الأول إلا في عيد القيامة فقط. وبمرحلة لاحقة بدأوا الاحتفال بالأعياد الأخرى منها عيد البشارة إلى عام، وعندما بدأوا يحتفلون بعيد الميلاد كانوا يحتفلون بالعيدين في، وهو عيد ميلاد سيدنا يسوع المسيح وعيد الظهور الإلهي. استمر هذا العرف أو هذه العادة حتى عام 336 عندما قامت كنيسة روما بفصل عيد الميلاد عن عيد الظهور الإلهي، وقدمت هذا العيد إلى أو جعلته يوم 25 كانون الأول، وكان أنذاك عيد شعبي هو عيد الشمس أو عيد جوبيتر الإله جوبيتر. فجلبوا هذا العيد إلى هذا المكان لأسباب، منها الأولى دينية والثانية جغرافية. بمعنى عندما جعلوا يوم 25 يوم عيد الميلاد قالوا بأن يسوع المسيح هو نور العالم وهو النور الأبدي والسرمدي. هذا من جانب، ومن جانب آخر كانت توجد هناك صعوبات معينة جغرافية تتعلق بالحجيج المسيحيين الذين كانوا يتجهون إلى الأراضي المقدسة في فلسطين. فالحاج المسيحي يجب عليه أن يزور بآن واحد حسب العيد القديم بيت لحم ونهر الأردن، والمسافة الجغرافية كانت بعيدة بمعطيات تلك الأيام. اليوم نستطيع بالسيارة خلال ساعتين أن نزور بيت لحم ونهر الأردن في نفس صحيح. اليوم، لكن
في ذلك الزمان كان الأمر صعبا جدا، فرأت الكنيسة بأن تفصل هذين العينين عن بعضهم البعض، ولحقتها بمرحلة لاحقة عام 386 الكنائس الأرثوذكسية وجعلت وفصلت العيدين عن بعضهم البعض. أما الكنيسة الأرمنية فلقد أصرت أن تبقى على عادة الرسل القدماء، وتستند الكنيسة الأرمنية بذلك إلى البند السابع من قانون الرسل، قانون رسل المسيحيين، يتكون من 34 بند. البند السابع يقول أنه عندما اجتمع الرسل اتخذوا من يوم ستة كانون يوما لعيد الميلاد وعيد الظهور الإلهي. فالأرمن يحتفلون بهذا العيد من خلال الظهور المثلث للسيد المسيح، عبر ميلاده كإله في بيت لحم، وعبر قدوم المجوس وزيارته وتقديم الهدايا للسيد المسيح، وثالثا عبر عيد الألوهة عندما تعمد السيد المسيح من يوحنا المعمدان هنا في هذه الأرض السورية في نهر الأردن جنوبا. نعم. فالأرمن لا يزالوا يحافظون على الإرث الرسولي القديم، يحافظون عليه، ولقد ساعدهم هذا في مرحلة لاحقة للحفاظ على استقلالية كنيستهم وعلى الحفاظ على الهوية الأرمنية بشكل عام، لأن الكنيسة الأرمنية كما تفضلت ليا إنها كنيسة رسولية، وهي وماذا تعني هنا كلمة رسولية؟ باللغة اللاتينية هي أبوستوليك، وباللغة الأرمنية هايستانيات أراكيلاغاني جيريسي، لأنها كنيسة أسست بشكل مباشر من رسل السيد المسيح، وتحديدا من القديسين تداوس وبارثولوماوس، أي تاتيوس وبارتوغوميوس باللغة الأرمنية. فالكنيسة الأرمنية تصر على أنها كنيسة رسولية أسست بشكل مباشر من رسل السيد المسيح، وحافظوا على هذا الإرث الكنسي عبر الطقوس الخاصة بهذه الكنيسة. الأرمن ظلوا محافظين على الميلاد والظهور الإلهي بعيد واحد، وهو اليوم يوم 6 كانون، ويختلفون عن الكنيسة الروسية والقبطية، لأن الكنيسة الروسية تحتفل غدا يوم السابع، تضيف 13 يوم على 25، والأقباط كذلك. وإنما الأرمن خلينا نوضح ليش 13 يوم بتضيف الكنيسة الروسية والأقباط. يصرون على موضوع يعني نحن 6 الشهر حكينا عن الطائفة الأرمنية، ولكن خلينا نحكي عنه. هم يضيفون موضوع 13 بناء على التقويم اليولياني القديم. أوكي. إنما الأرمن يستندون إلى جملة من المعطيات اللاهوتية والعادات الكنسية كما تفضلت، واحد قانون الرسل، وثانياً كان هناك عالم فلك أرمني اسمه أنانيا شيراغاتسي، حسب قام بعملية حساب عبر، طبعاً لا أستطيع في هذه العجالة أن أشرح العملية كلها، إنما استناداً إلى النبي زكريا وإليصابات وحبل السيدة العذراء وإلى آخره، قام بعملية حساب، فوجد بأن طبعاً عملية حساب رياضية فلكية أثبت من خلال هذه الدراسة بأن الفاصل الزمني ما بين العيدين هو 12 يوم، والأثبت هو يوم 6 كانون كما ذكرت سابقا، بأن يحتفل بالعيدين معا، وحافظوا على إرث الرسل الأوائل. جميع يعني جميع العادات والتقاليد القديمة ما زالوا محافظين عليها. رح نتابع الحديث معك دكتور، بس خلينا ننتقل لتقرير لزميلتنا أريج فرزلي عن الميلاد المجيد عند الأرمن. خلونا نتابع. على رجاء تجديد الإيمان والحياة الجديدة، تحتفل الطائفة الأرمنية التي تعتبر من أكثر الكنائس الرسولية المشرقية قدماً في 6 كانون 2 من كل عام بولادة المسيح رسول المحبة والسلام، في حين تحتفل الطوائف الأخرى بعيد الغطاس
عيد معمودية السيد المسيح. وبهذه المناسبة ينقل الأرمن الشعلة من الكنيسة إلى البيت لتجسد تلك الشعلة النور الذي أنار الطريق للمجوس للسير باتجاه الطفل يسوع، فهي رمز للنور لنجمة بيت لحم. فبولادة المخلص في مذود في بيت لحم انقشعت ظلمة الليل، لأن يسوع المسيح هو النور الحقيقي الذي أنار العقول بالحقيقة والقلوب بالحب والضمائر بصوت الله في أعماق الأنفس، حيث جاء السيد المسيح يدعونا إلى المحبة والإيمان وينشر السلام في العالم. وفي هذا اليوم وبعد صلاة الميلاد تجري عملية مباركة الماء الذي يرمز إلى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن، ويتم توزيعها بالصليب والميرون المقدس على الناس. عادات الطائفة الأرمنية في ليلة الميلاد التي يحيونها في منتصف ليل السادس من كانون الثاني ما زالت حاضرة وتحافظ على موروثها الديني، ليبقى ميلاد السيد المسيح رمزاً لولادة المحبة والسلام. دكتور، خلينا نرجع وهيك شوي نغوص بكتابك عن أرمن دمشق يلي حكيت لنا عنه تحت الهواء. خلينا نحكي عن هيدا الكتاب، قديش هو مهم. يعني كنا عم نحكي شوي هيك بين بعضنا قديش يمكن يعني الأرمن عندهم شيء بيجمعهم مع بعض، شيء بيوحدهم للحفاظ على بعض من كتر ما تعرضوا لظروف كثير قاسية وصعبة. طبيعي الأرمن تعرضوا لأولى جرائم الإبادة في القرن العشرين كما نعلم. لكن الفكرة من كتاب أرمن دمشق كانت الفكرة الأساسية هي التالية: النظرة النمطية عن الأرمن بدمشق عن سوريا بشكل عام بأن الأرمن أتوا إلى هذه المنطقة أو إلى سوريا عام 1915 كنتيجة مباشرة لجريمة الإبادة التي تعرضوا لها من تركيا. لكن هذه النظرة النمطية حقيقة غير صحيحة أو غير دقيقة. الحالة الأرمنية في دمشق وفي سوريا بشكل عام لم تكن حالة عابرة أو حالة طارئة كما يقول صديقي وأخي الأديب الكبير الدكتور إسماعيل مروى. الحالة الأرمنية هي حالة أصيلة في دمشق وفي التركيبة السورية بشكل عام. الأرمن لم يأتوا إلى هنا نتيجة هذا الحدث، وإنما كانوا موجودين في دمشق وفي سوريا بشكل عام منذ القديم، والعلاقة يعني التاريخية ممتدة إلى جذور جدا موغلة في القدم. بس آسفة أنا على المقاطعة، كيف تم يمكن مجيء الأرمن إلى دمشق، أو يمكن أول عائلة كانت في دمشق على أي أساس؟ هذا ما سأتعرض له. أوكي. بداية في عام 55 قبل الميلاد الملك ديكران ملك أرمينيا كان موجود هنا في دمشق ولم يأتي كمحتل، وإنما بناء على طلب أهل دمشق. هذه أولى العلاقات. وبمرحلة لاحقة الملك أردفاست كان في جيشه كتائب عربية، والعكس صحيح. الملكة زنوبيا كان في جيشها ألوية من الأرمن، ألوية أرمنية. إذن إنها علاقة ليست علاقة عابرة، وإنما علاقة تاريخية بحكم الجوار الجغرافي وبحكم كون الأرمن موجودين في هذا الأقليم، والأقليم كما نعلم كان منفتح على بعض البعض. بمراحل لاحقة لكن توجد هناك خمس موجات أساسية للهجرة الأرمنية إلى سوريا.
فأرمينيا بحكم موقعها جغرافية كانت دوما ما بين القوتين الكبيرتين آنذاك، يعني هم البيزنطيين والفرس، فكانوا تحت زندان الفرس ومطرقة البيزنطيين. في عام 521 كانت الموجة الأولى التي أتت إلى سوريا بشكل عام واستقرت في أورفا وفي أنطاكيا. بمرحلة لاحقة في عام 721 كانت الموجة الثانية. الموجة الثالثة كانت عام تقريبا 921-951 أو حتى 973. في هذه الموجة استقر الأرمن في الزاوية الشمالية الغربية من سوريا، وتحديدا في منطقة اليعقوبية. هم متواجدون حتى الآن باليعقوبية، بأنزيك، بعرامو، بكسب، بخليج السويدية، باللاذقية بشكل عام. الموجة الرابعة كانت في عام 1041 و 1071. 1041 أسرى سقوط عاصمة أرمينيا آنذاك مدينة آني، وعام 1071 بعد معركة مالازغيرت. في عام 1250 وأسرى سقوط دولة أرمينيا الصغرى في كيليكيا، جلب المماليك آنذاك المنتصرين جلبوا الألوف من الأسرى الأرمن على الشريط الساحلي، يعني بدءا من خليج الإسكندرونة إلى الجنوب السوري. آنذاك هرب قسم من هؤلاء الأرمن والتجأوا إلى جبال الساحلية في سوريا، وتحديدا في منطقة أهدون، ولا تزال بعد العائلات الأرمنية موجودة في تلك المنطقة، ومنها عائلة قرقماز، عائلة سركيس إلى آخره. في عام وفي حلب نحن في سياق التاريخ الآن وصلنا إلى 1250. بمرحلة لاحقة في تحديدا في القرن الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، بدأ الأرمن يتوافدون إلى سوريا بحكم التجارة وبحكم الحج، فأنشأوا مراكز خاصة لهم للحجيج الأرمن، ومنها دير القديس سركيس الموجود هنا في دمشق على إلى جان على سور دمشق مباشرة وبجوار باب الشرقي. وأيضا أنشأ هذه المراكز، مراكز الحجيج، كانت تدعى بالهوكيدون، أي البيت المقدس أو البيت الروحي. عن طريق رأس الرجاء الصالح كانت. لا لا لا، عن طريق رأس الرجاء الصالح أبدا، إنما هذا الطريق البري الممتد من حلب، اللاذقية، حمص. الغاية الأساسية كانت دوما هي الوصول إلى القدس. فكل هذه المراكز أنشئت للحجيج لكي يستقروا فيها لفترة معينة ويرتاحوا، ومن ثم يكملون مسيرة الحاج. فأنشئت آنذاك كنيسة السيدة العذراء الموجودة الآن في حلب، كنيسة السيدة العذراء في اللاذقية، كنيسة القديس سركيس. إذن بدأ وجود الأرمني يأخذ الطابع الدائم والمستقر في هذه المنطقة. بالقرن السابع عشر كانت الموجة الأخيرة التي أتت إلى هنا، وأتت تحديدا من مدينة شولفا في إيران، واستقرت في حلب. الآن في قسم كبير من العائلات الأرمنية الموجودة في حلب، منها مثلا عائلة عجمي، عائلة خوكاس، عائلة كرمشا، عائلة باديشاه إلى آخره، هم من أرمن إيران الذين استقروا في حلب بغاية التجارة إلى آخره. إذن أصبح لدينا مراكز أشعة حضاري موجودة في هذه المنطقة. بالقرن السابع عشر، ثامن عشر، أنشئت الأديرة في لبنان، في جبل لبنان، منها مثلا دير خشبة وفي الكسروان، دير السيدة العذراء في بزمار بلبنان. ومن ثم أجدت الموجة الكبيرة من الأرمن إثر الإبادة الأرمنية، أو إثر محنتهم الإبادية، استقروا في سوريا، وكان الشعب السوري خير مغيث وخير مضيف. طيب بالختام دكتور، كلمة بتحب توجهها لكل مشاهدينا أو للأرمن بعيد ميلادهم؟ الكلمة لابد، نحن طبعا منسنا كانت الغاية الأولى، نحن يجب علينا أن ندرك ما هي المعاني الحقيقية لهذا العيد. ولا بد أن نرجع إلى السيد المسيح نفسه. عندما سئل السيد المسيح وقال سئل السيد المسيح بأن ما هي أعظم الوصايا،
فكان جواب هو التالي، وهذا يلخص هذه المناسبة المباركة ويلخص الرسالة المسيحية الحقيقية. أجاب، طبعا هذا وارد في مرقس الأصحاح 12 الآية 29، قالوا له ما هي أعظم آية؟ قال الأولى أحبب الله وعظم الله من كل قلبك ونفسك وقدرتك، والثانية مثلها بعظمتها، أحبب قريبك كنفسها. بهاتين أو هذه أعظم هاتين الوصيتين هما أعظم الوصايا. إذن إلى ماذا ندعو في هذا اليوم؟ ندعو إلى محبة الآخر وإلى قبول الآخر وإلى احترام الآخر. هذه هي الرسالة المسيحية الحقيقية من خلال هذه الآية، وهي تعظيم الله ومحبة الله واحترام الله واحترام الآخر ومحبته وقبوله كيفما كان وأينما كان. إنها المسيحية ببعدها الإنساني الشمولي العام. كل عام وأنتم بخير، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية. أمين. وأتمنى لبلدي سوريا المزيد من الأمن والسلام والوئام. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وبين الناس المسرة. أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله بينعاد عليك وعلى عائلتك بكل الخير يا رب. ومن جديد نعيد على جميع الناس بالطائفة الأرمنية، نعاد عليكم بكل الخير والبركة. شكرا كثير لك. طبعا أنا بدي أنتقل من العام إلى الخاص. أنا عايدت الشعب السوري، لكن بهذه المناسبة بحب عايد قناتكم الكبيرة الكريمة الأخبارية السورية، اللي هي دوما سباقة بكل شيء بخطاب الوطني. بحب أعيدكم لكم إن شاء الله كل أمانيكم تتحقق، لأنه أمانيكم هي دوما في سبيل الخير والحق. مرسي. كل عام وأنتم بخير. شكرا لك دكتور، بتمنى لك التوفيق، وأكيد مثل ما قلتي ليا بدنا نعايد على جميع الأرمن ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. أما هلا بننتقل